أول سؤال راح نسأله، دوركم أنتم كهيئة إعلام واتصالات وجيتوا كفريق مختص من العاصمة بغداد من الهيئة يعني تغطية خليجي 25، ما هو دوركم؟ ابتداءً تحية لكم وشكراً لكم. إحنا بالنسبة لهيئة الإعلام والاتصالات طبعاً هي مؤسسة من مؤسسات النظام الديمقراطي ترعى الحرية، حرية الرأي والتعبير، وتطمح دائما لاتخاذ كافة الإجراءات اللي من شأنها أن تسهل عمل وسائل الإعلام. طبعا ابتداء خليجي 25 هو حدث مهم جدا، حدث يعني لا يخفى على الجميع أنه هو افتقد العراق لفترة طويلة، فبالنتيجة دور الإعلام دور مهم. الهيئة بصفتها هي الجهة الحصرية لتنظيم القطاع الإعلامي اتخذت عدة إجراءات، هذه الإجراءات ابتداء من على يعني من مستوى القرار التنفيذي والتشريعي وانتهاء بالفرق الميدانية والمهندسين والرصد الميداني ورصد القنوات الفضائية. الهيئة اتخذت إجراءات فيما يخص وسائل الإعلام العربية والوسائل المحلية بالعراق ومحافظات مختلفة. طبعا بالنسبة للوسائل العربية تم إعفاء وسائل الإعلام العربية اللي تدخل عن طريق المنافذ الحدودية، سواء خاصة الجنوبية منها عن طريق منفذ عرعر أو عن طريق منفذ صفوان الحدودي أو المنافذ الأخرى أو من خلال المطار. طبعا تم إعفائها من رسوم إدخال الأجهزة والمعدات. هذا الإعفاء طبعا لتسهيل الإجراءات، طبعا تم التنسيق مع المنافذ الحدودية، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع سلطة الجمارك وكافة الجهات المعنية بهذا الخصوص. ونشرت الهيئة طبعا فرقها الجوالة اللي ترافق الإعلاميين والصحفيين، أيضا خصصت أرقام للحالات الطارئة في حال كان أكو إعاقة لعمل أجهزة لعمل وسائل الإعلام. فالهيئة اتخذت إجراءات واسعة بهالمجال فيما يخص الفنادق، طبعا بالتنسيق أيضا مع الاتحاد، لأن الاتحاد عنده محددات في ما يخص يعني مساحات التغطية. استقبلنا عدد كبير من الرسائل. ممكن نعرف الأعداد المحلية والعربية والعالمية؟ الأعداد المحلية طبعا أغلب القنوات العراقية، يعني ما يقارب 45-47 قناة من القنوات الرئيسية طبعا، الإذاعات وغيرها طبعا أعداد كبيرة. تعرفين الاهتمام بالبطولة انتشار للوسائل، واحنا يعني بصراحة نود أن تكون وسائلنا المحلية لها دور كبير بهذا المجال. فأيضا تم إعفائهم من قضية ولفترة مؤقتة من قضية العمل بدون ترخيص، فتم إمهال الوسائل غير المرخصة. طبعا هواية وسائل هي مرخصة أصلا، فتم إمهالهم لحين انقضاء فترة البطولة، ما يتم اتخاذ إجراء سريع بهم، منعهم أو إغلاقهم أو من هالقبيل. بعد البطولة يراجعون الهيئة لمدة فترة 10 أيام، بعد البطولة يراجعون الهيئة ويستكملون مباشرة بعد البطولة 10 إلى 15 يوم يستكملون إجراءاتهم القانونية في سبيل الترخيص. طبعا احنا عندنا قاعدة بيانات كوادرهم وأجهزتهم وكل الإجراءات إن شاء الله تسهل بعد البطولة. الهيئة ذاهبة باتجاه التسهيل ليس باتجاه التعقيد. سألت حضرتك عن أعداد المحلية، أعداد العربية والعالمية. القنوات العربية هي قنوات يعني مؤثرة ورئيسية، ما يقارب 10 قنوات رئيسية. الوكالات والوسائل العالمية ما يقارب 5 وكالات. مع العلم أنه الحدث إقليمي، هو ليس حدثا يعني بالمعنى العالمي، لكن هو حظي بالاهتمام. مؤثر بالضبط، لأنه يعني مثل فد انعطافا التاريخ العراقي، حدث مؤثر دليل على تعافي العراق، فلازم احنا نساهم في نشر هذا التعافي، نساهم في نشر الصورة الإيجابية. احنا بالنسبة لنا جهة تنظيمية
لسنا جهة عقابية أو رقابية بالمعنى الصارم والدولي، إحنا جهة تنظيمية نساعد وسائل الإعلام بالتأكيد حتى نوصلهم لجادة مشتركة بيننا وبينهم تخدم الهم الوطني.